تباينت الآراء حول جدواه، إلا أن دلالات انعقاد اجتماع 5+1 مع إيران في بغداد ومن قبله القمة العربية تبقى تشير وبدون أي مجال للشك بأن العراق نجح وبدرجة كبيرة في فك الحصار السياسي المفروض عليه وكسر العزلة الدولية والإقليمية التي عانى منها منذ عقود. فاليوم عندما يبدي العراق استعداده لاستضافة مثل هذا الاجتماع، فإن ذلك يعني بنظر المتابعين أن العراق الجديد حقق نجاحا ملحوظا من خلال قدرته على تقديم جهد ما بشأن الملفات الساخنة ذات الاهتمام الإقليمي والدولي. ففيما يخص ملف إيران النووي، فإن إنجاز العراق يكمن في قدرته على موازنة علاقاته مع محيطه. فالعراق اليوم يتمتع بعلاقات جيدة مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، كما أنه يتمتع بعلاقات أفضل مع جارة إيران، وهو ما يؤهله للعب دور الوسيط في حلحلة مسألة ملف إيران النووي المستعصية، لأن قبول الطرفين المعنيين بالملف بوساطة العراق له دلالات تشير إلى أهميته في المرحلة المقبلة على صعيد الملفات الإقليمية، خاصة في وقت يشهد فيه الجوار والعالم العربي عموما فوضى الربيع العربي. كما رأى البعض أن العراق حقق نجاحا عندما ساهم في تقديم رؤية مغايرة بشأن الوضع في سوريا عند امتناعه عن التصويت في مجلس الجامعة العربية على خطتها التي لم تثمر شيئا، لتأتي خطة المبعوث الأممي كوفي عنان مستوحية جوهرها من الرؤية العراقية. إلا أن ذلك لا يعني غياب بعض المنغصات التي من شأنها تبديد هذه الإنجازات تتمثل بالانقسام السياسي والحزبي في الساحة السياسية هنا، وهو ما ترجمه موقف العراق من الأحداث الجارية في البحرين، والذي انقسم بين مؤيد لتحركات المعارضة هناك وبين متحفظ ورافض للإجراءات البحرينية لاحتواء الاحتجاجات. فالجهات السياسية المعارضة تأخذ على الحكومة انشغالها بهموم الغير على حساب همومها الوطنية، إلا أن متابعين يرون أن سعي العراق لأخذ دور مهم في ملفات المنطقة الساخنة هو وسيلة للدفاع عن نفسه، لأن النتيجة السلبية لأي من هذه الملفات سيعرض المنطقة إلى مخاطر سيكون العراق المتضرر الأول بها. لذلك فليس أمام العراق إلا أن يختار الدور الإيجابي في مثل هذه الملفات والابتعاد عن دور المتفرج، لأنه لا يمكن تصور عراق مستقر إلا باستقرار كامل للمنطقة، والعكس هو الصحيح. بشرى المظفر، السومرية.